أنا ما أرك الشعب له هاي الدورة شيء مسؤول جلس أنا ما أرك نما سياسيين هو يعني صراحة هوس فدي أما ذلك دليل دي سجوب أو حيلين دورة شيء مسؤول جلس تيان دلع صحيح ربان إن لطبو أي حلبانو شو كان سانو يلان حيلي هذا الوقت الدورة يعني وكروبشن كي العاتب اللي بحنا الدولة شاية ربان إن أي تاكويش دبتو حاجرة سياسيين شايفين هاي اما معارض هم قضان اما الدوله دانا كسوهر جيدان اما مرع كسوه ثاني يعني كعين بولش سمينا يا جرو ماذا حوينه دل كان شقارة ان كما جرت ميلا لغا شقايسان كان واجرتا ضد يعني دباتا هايسان واجرتا هوري دل يرتا شقاران ما هاي سفرتكم مفيقين حيث اكتا هاي الدولة دي محمد عبد الله فرماجة ايو شباب ان اسكم بلونا ايان تام مؤقع دا او انا اكتاس ان اسكم بلونا ايان مركبك جناسيجا كسوفر تمشي ليه هذا بيجين مركب كسوفرنا مع نفس كيس شباب قانتي كويس ده دادو حاجة بقلال أم كمنانا أو داد كصومالية إيه عيان داد كصومالية إيه أفلج عديان لعلى الوسينجر وعدين تدو تقولي بقى أنت بنقولك بنادر على الوسينجر أو الفيري ليس كل هاي جرفيري وي كواحد مش فيري تاسع ديل فرو بيسا سمعنا تاسع ديل فرو دولة دام بو حي لا ده دد برب لو شو قابل سنة العقل لو سيمين أنا هاي ورمية دد حاجة هو بقول الله الجارة ما يلاه دول تاجر ولا كثير تاجر ترى مية دد أو دول سك تاجر لكن حي لا نمك عبد الرحمن عبد شو سي بي بي أبحي أفر بقاشم بقول لك بناية ليش يا حد الله من باب إنه كوي أنت لا دات شكو وكلا الإنجليزي أكو شجع دور دهارت ضد أو برها بلشت جوا كوحة أو هلا وأدرك إذا ما بدنا لكن هاي أبدونا كواسة أكو شجع كواتر أدت هذا قائلنا هو تاجن بنان كواش قال أنت شجعنا أيو أي سياسي تاجر أيان وسي بي بي دي دور دي محمد عبد الله فرماج وأشن بقول نح بقول جارا كل شغلة أنت هايسة كل جاب كأنا مدي حتى يلا أما قبل كبنادر وحلا بسين جروا أو أمبايرو الكجرين كو يا مركو حيقول لي دلن يرتي شغل انا هايسو كو ما حوينا وكان لك واسوا كو ده فيري تيرد يا يراتي فيري الدلال يا يراتي ميا فيري الدلال الذي شبابنا هذا ما انت وحال سو قبتي على مركه ددك ديدا هيا او قايلنا هيا او دليرتا كعنا هيا او ددك يعني باو الخوف كو شدا هيا او دهاي واله ولا باي واقدر وانا سياسيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مركر وحن امهد علنا تي في الشباب يا دمى شقاليس يا هول وديس يا امهد علنا سيده وناكسن اد امده او ادكتان انت كدب علي امدان وحي سو مرت دلكان هو سو مر هيرر كلا دوون هدي اي تهي حالها سياسيه هدي اي تهي حالها مخو اها شقلا انت laga soo bilaabo markii la yeegleelay dawladdi carte oo dawladdi hore kacaanka markii burburtay dalkaan hadba heer uu soo maray mar ay dalkaan ka taliyeen hoggaamiyaha kooxeed ayaa jirto oo cid wax isweydiinaynin dawladdi cartana runtii markaa iyaduna dal soo dhisay iyaduna ma shaqeyno frameki oo dawladnimo ayaa soo laabtay waxaa ku xigtay dawladdi madaxweyne Cabdullaahi Sallaha oo naxariista دولة داس إيو تي كلو قدم بيسي كمبيل جاركي هيدو محاي هيدي شيخ شريف حير وحان صوم مرني داد كان محاي هيدي قف شقدون اللواي أو قف كي هاد دولة دا أما وزارة تاقا مدح لك توقنا يا صوم مرني فهمتي داد كو حالها إني حصوص مادان أو حتى وزيره دي أما حلبان دي حلقاس جوغي شقوين كي يركا عيد أي جيان أي وايين يا يعني فهمتي صوم مرني في جودو دولدي لابكم لابي تونك مجلو دولت مدحوين حسن شيخ يعني أول كيدي هرات عصاص أيوها رنت هرت الدولة نماذا هاد بس يقب عيس أيا وحاك هنتي إني كود دي رهدان هو هاي لن يرت ما أنت إن دولد الله شقيق إن دولد الله شقيق كود دي رهدان مارو حاي جرتي أيسا إن كود دي رهدان أو لن يرت حتى هدا محوها هاي قيبها كردون الدولد سيدي عيدا ماذا سيدي محوها هاي شقوين يعني سبيل يانكي أي عنا شقينا يا جرت رونت سؤال لي سويدينا شخصيا وحيتها حلي كان شقلا أنت يا العقل أنت حوجن لأن يرى أي كسو برار وين حلي كان كسو أدي هرتا أنا وحاس لي هاي الدل كان حلي كان حلي كحمو الدولة درت أي صامري وحال السياسيين يا محو هاي شقلا أنت لفت على السياسيين
سببته دلكان دلنيرتا مجرت ما أنت فيري قفل بق أو كمدة جوري كست أما يعني ضد أيام حك صباحين إسكولا أما جامعة صباحين دل كانوا حا يستعدوا شباب إلى أي حاجته دلنيار أنت كصباح هذي شباب على دررنا سي دل كانوا برواق أجارة أو مالجش عالم يمد جوها أجارة ضد هاي مجرو دل كان مركا أنا بشتو دل كان مركا شقراء أنت وحاصل يعني عريان هذه الدولة ده أي شباب عريانين بل كي ما أنت واحد أكتهاي هو ده هذا عاصمة الجوهر أولي رادم هو هاي جوهر يحمر 17 كيلو متر إسكو جيران وددي قد حيسي لو سنة كور بس حي حي إن لدسو وحلو لسوا أمن درها درتها لو لسوا وحد كالجي ده بلعد الجوهر ما يا حمر الجوهر تود حيسا أما بلعد الجوهر إسكار دارت انتي بلعد ولا سنتها صوت امريكا دلنيرتو حلو باهي هاي شغلانتو حلو بحكرا قف كستا او دلنير انتو قولي سقاطه دل كان شباب الحرية وايو وهاي ربان عاصمة دي مقدشو قف كستا صومالي انو شغل كهلو تاه المسؤول قريس دلور دي مركو حلو اذين كرا دل كان ان لو وضع حرية او نديف مركو النقضة ايا دور دا قرش اللامي ايمان على ديه كرا تنك دولد دا استيجا دل كان كجيرو تولد حيات أمة مشاوى حمر أنا حسلا مركا دل كده هاي دل كان شقى ملة دل كان شقوات الله لكن دل كان أمني ملة دل كان الشباب أنا كده عنو عثمانو شباب ده قال كود هذا ما بالله بني أو دولدي هاد أتكسو هاللي سي شيخ شريف بلا قصو بالله إلا هذا ده قال كودي والسعودي سدح سنة كو حالة بلن يرد دل كسان معاي مشاريع فرب بدنا جرتي بلن يرد سيس من أي مشاريع وهي الجرين وزارة ده حالا يرادة سيسي من عشقه ده لو جين جري او مجرين حالة ده هاد التهاجن وحان ربنا مركا ما داما دقالك شباب هاد وصل صوب اللابانين مشاريه ده محا استهاجيه شاقوين كي قريديه ده لوك القادين جري لان يرادة وده هل جري ده محا استهاجيه لعاكي سوق محا كحرة هلي هذا الشباب كليا شباب هاد مصوب بلابانين هرطا وحان ربا انا هالكاس كاسه دولد دي دولد عن كوريس ومحمد عبد الله فرماجو وملاحظ كاها شقاله مدحوين حسن شيخ لابكم لابك يطبنك او شقالي سي قفلوا مدرين وارتوا انا دواتا شقاله عصب والله قاتي مجرين عدوا البنوة اكتا شقاله والا قاتي شقالكم الجار انا بايستا ولي بتربضا انا بايستا ده شقالكم الجار شقاله رسمي كبيه شقاله رسمي بيرا الكجرة مشارك قاتي قفلوا مدرين وزيره وحلي يا با أما وزارتها قاركود إني أي ضدكم يلقار إسكي قرآن الله يا با واحدة ونقول إسكي قاتو ذلك هو الجواب وحرر مركا حلق هاد وحابتي حلق وحبر الشدة جامعة دي ذلك كسوب بحي وحلو يا با إني كسوب بحان سنة كي أفرتن كون كنت كون إني كسوب بحان الله يا با أمني ما دام أسوها قاقي ذلك أسدن يرتعى وذلك وحبرنا يا أيهرون تقاط وكبعي ذلك مركا أو ذلك كان فيري بقول كيب اللحن لغاليس والكبا باش عالم كايا كبتو حدوكت هاي عدو حاي واقاس اتشيس عيدن كده ما انتو حمر يا لحظن كنت دوات كنو نمبر كيس كدوه عيدن كده ولد ايه واحد زيادة انا بقى انا كوش شاي هاي اديه كلو دول ده مشاريع دي يعني هرمانت واسعتها لكن دلكي دتكي وحبران اي اما قبلها كي مادينة اما عاصمة دي هجو وانا ايا وحاصوب بحدة كمنانا صوب بحدة مركب معناه هاي الوحي تهاي ان سند كان كوديه سكليئة لأن يرفع ربضاً إلى الجامعة ذيك صباحاً صباحاً بوغ مجالاً ساسوكو بوغ مركا حوا انت عاصم مركا جرتا دلكن ملاحا نقالها دلك ودكداس يربور كاس سنة كان سنة دي كوري ميان الجامعة ذا لقى سوق الانجبين ما يو ذاتك وحد بواسي بضان عينا كوري هذا الدول دي كعان كما كي بربوريسي إيمان تدتك اسكترا معه لكن ذاتك مركا يصوب بطين وحير بان عاصمة بان ومقدشو وغفل با وصومالي او دور يتمنك من اللي انو شغل كهلا مسؤول جليس مدحوينها جمعة ذي واهل الشيء عثمان وحو جري ذلك شق الآن كمجر تأه وحال لعقيه واي أو الشيط كمقالة ذي لقى الشيء قاي وجهها يا بدكي كو شباب لعقها وكل كل بنجري لابا من يرادي أنكو أمانو يا أنكو عاي لعقها كو قادن جري إن بلن يرادي بوق سني شق الآن تهي ستي قريه فردي ذي هذا كان مدحوينها وكو يرادو هذا أرتم مدحوينه أنا يبانه أنا دول متاعي أرتم سايت كمان فردي مدحوينه أرتا كبطه حاجرة سياسيين شجعنا يا أما معارض هم قدان أما الدولة ده أنا كسهر جدا أما مرعك سوى تاني يعني كعين بولش سمينا يا جرو
madaxweynaha dalkan shaqada aan kama jirta meelo laga shaqeysan karo waa jirta dad yaani dhibaato haysan waa jirta huri dhalinyarta shaqalaan ma haysa farta kuma fiiqin horta inaad codkooda aan kama jirta ee dhismaha galmada dhageysa dhageysa madaxweynaha horta dhalinyarta farta kuma fiiqin aniga hortiisaan fadhiyay anaga dhan waan daawanaa muuqaalka waxaa la rabaa marka dad yaani siyaasiyiin oo dhahaya madaxweynaha raali gelin ha bixiyo dhaha waan arkayna dalka marka fiiri hal shay aanu madaxweynaha ku raacsanahay dalkan inay shabaab maamulayeen oo dad fara badan oo turufatorial ay joogeen oo muxuu wax badan oo yacni ay ka jiraan waana waa aaminsanahay halkaa jilcay manaha waxaan kaga ujeedaa dad badan ayaa akoono badan oo dowladdu waxay xirtay aada u fara badan la xiray dad waxaa jira waxyaabaha qarxa iyo waxyaabaha lamidk waa faraha badan dowladda yacni lagu dhibaataynayo shacabka shabaab kula gudbinaya waddooyinkana way furaayeen waxaad ogtahay dowladdii maxamed cabdullaahi farmaaja iyo shabaab inay isku milinaayeen taa ma ogaadaa og anaa ogtaas inay isku milinaayeen markabka ganacsiga ah ee kasoo furta meesha la yihaahda bijiin markuu kusoo furna manifestkiisa shabaab gacantay ku haysteen wasaaradaha dowladda ay ku dhex jireen ciidamada ammaanka ku jireen dalkan sidiisaba dowladdan xasan sheekh dowladdii ka horreysay waxay ahayd dowlad oo shabaab iyo ayada isku mid yihiin ahayd hadalka waxaa loo qaadan karaamarka dowladdan hadda inay dhaqaalaha kubcaanimo wey dhaqaalaha intaasu kumanaan ciidamaha lasoo tababaray dhegeysa dhalinyarta maantaas waa joogeen niman siyaasiyiinna waxay leeyihiin dalkan shaqo la-aana ka jirta oon ognahay iyagu waxay qaban jireen dalkan marka waxaa waaya in qofkii shaqo rabo dalkan dowladdan hadda kumanaan oo shaqaalaha ma qaadan karta miisaaniyada kuma filna waay waxaa xog la helay sheegaysaa in shaqaale ku meelgaar la qaadan jiray dowladda ay qaadan jirtay laba mar warqado dekreto ay kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaare xamse lagu hakiyey ee la yidhi wax shaqaale gunno ah ama rasmi ha noqdo ama ku meelgaar la qaadan karo ma jirto haddana waxaa la ogyahay oo aan shac saarnayn in madaxdu ay shaqaale qaataan gaar ahaan xafiisyada sarsare shaqaalaha wasiirada xukuumadda ka tirsan ay qaadan jireenna laga joojiyo xafiisyadaa sare loo qeybiyey taa miyaynan saameyn ku yeelanay horta waxaa fiican wax kasta inay xaqiiqo ku dhisiinaa fiican waxaa laga yaabaa in yacni xafiis kasta oo wasiir ama ra-iisul wasaare ama ku-xigeenada waxay leeyihiin budget ay dowladda u samayso baarlamaanka si sharciya u mariyey waa laga yaabaa waxyaaba mashruuc soconaya lix bilood shan bilood soconaya in dad loo qaato waa iska macquul waata waa dhici kartaa laakiin anigu waxaan ogahay ani in badanaan dowladda kusoo dhex jiray waxaan ogahay shaqaalaha ku meel gaarka ah hadda qaar guna qaato laba boqol ama saddex boqol ama afar boqol qaato waa jiraan waa la helaa oon shaqaala ku meel gaar oon si rasmi aan u ahayn xafiisahana qofka xafiiskiisa qofku ku shaqaalaysiisiinaya oo u joogana wax badanmaha waa afar shan ruuc kama badno lama dhihi karo wax oo shaqaalaa la qaato lama dhihi kara waxaan ku yidhi marka aan kuu soo koobay miisaaniyadda dowladda iyo waxaa kala batay dadkii shaqa doonka ahay miisaaniyadda dowladda iyo shaqaalaha dadka shaqadoonkaa kala batay waxaa kaloo ku jira hadda buunbuunina ku jirta waxaan ku yidhi dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo hal qof oo shaqaalaha lama qorin aan ku yidhi anaa goob joog ah shaqaalihi intii waxay xooga saartay inta joogta in mishaarkooda la helo inta joogta mishaarkooda in la helo ay xooga saareen intii madaxweyne xasiiqi u qoray intii hore u joogay yacni talada ayaa xooga la saaray waxaa la ogyahay sheekh cusmaan oo hadalka kaliya waxaa marka batay waxaa la ogyahay in xilliga hadda aad tilmaamayso shaqaalo boqolaal kumanaan gaaraya in si ku meel gaara loo qaatay keliya waxa la joojiyey waxay ahayd shaqaalihii bayrolka ID kaarka shaqaalnimo haystay waa la joojiyey laakiin shaqaale mashaariic ha loo qaato xafiisya dowladeed oo shaqaale todoba boqol oo gira ha loo qaato inay aad u badnaayeen weliba xilligan inay ka badnaayeen okay waxaan kaa rabaa fiiri dowladdan ma jirtaa shaqaale oo inta la shaqaalaysiiyey ama gireedkooda todoba boqol ahaada ama ha ka badnaadiyo dowladdan ay rukhsiis maa jiro ma jirto haddii dowladdii hore a shaqaalaysiisay waa in la fiiri shaqaale ay dowladdan ay shaqaalo dhimi maay samaysa ma samayn taa waa been qof shaqaale ah oo yacni dowladdii hore ay shaqaalaysiisay oo maray sharcigii la yaqaani maray oo beerulkaas maray oy dowladdan shaqada ka joojisa maa jiro ma jirto waa been marka waxaa la siyaasadaynaa
dalkaana shaqo la'aanta ka jirta waxa ay nima siyaasiin shaqo ay ay siyaasiin ay hayta ay hadafkay kaliye waxay kaliyeen inay ku dhibaan dawladda hadda joogto sida Soomaali dabeecadda waxa kamida ee marka ay kursiga joogtana ina tiraahdo waxan waa gar marka ay kursiga banaanka joogto ina tiraa waa waray cirkaas u dhimaana tiraa fiiri siyaasiintaas iyo dalmirta in isku yimidana maalin ciidamadaas dhimanaayo oo furmaha ku dhimanaayo oo qaadanaya 200 qaadanaya ayagoo lacag loo aruriyo fiiri dhahay ma aragtay dalmirta sanduuq inay sameeyaan dalka in aan xurayn ay wadaa ma aragtay ma jirto waxay rabaan ayay gurigooda joogo oo dalkan amni ka jirin oo shabaab haystaan inay 1500 qaad tii keenay dawlad waa hagaag waa Sheikh Cusmaan waa dalkan amaankiisu waxa ahaayay dawladda shisheeye ahaay dalyarti dalka ee 170 ahayd ayaan doonayna dhulkooda inay xurayaan waxaan rabaa soo xamar dhaxtaagan oo aan yani fronta tagin oo dalkiisu xurayna oo dhibtoonan inuu shaqo helo dawladda ma awoodo qofal baan og waye dhinaca hal waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo shaqo la'aanta ee sharci golaha wasiirada ay ansixiyeen oo doorasho qof iyo cod dalka inuu gala ah maxay kula muuqanaysaa in sharciga xilligan ay meel mariyaan horta dalka hadda markii aan yacni soo dawladda kacaanka ay burburtay kadib oo laga soo bilaabay carta hadda meel uu soo maraya mar waxaa odayaala soo qoray oo carta odayaala soo qoray in bagaatina odayaala soo qoray 2012kii odayaala soo qoray xildhibaanka odaydin macnaha oday dhaqameed ay qoray 2016kii waxaa la yiraahday doorasho dad badan la aado 51 qofaa doorasho lagu galay markii ku xigtayna waxaa lagu galay 101 dastuurkan wuxuu qoraa in axzaab la sameysto dalkan uu aado qofka waxaa la yiraahdaa maamaha waxaa jira mataag ayaan tilaabsaa mase tabar waxa wixii suurageli waaye waa lagu tagaa laakiin sheyga hadduu mar dastuur yahay haddii aad adu tiraahdo sheyga waa dastuur ama sharci ah yaa ma la fulin kara haddaad adu tiraahdo waa dhibaatay leedahay dalkan dastuurkaas meel gaarkaas ayaa dastuur u ah wuxuu qorayaa in yacni la aado muxuu ahaa axzaab in la aado ana marka waxaan soo dhaweynayaa wax alla waxay suurageli kara oo dadkan shacabka ah ay dadka iyaga matalaa ku dooran karaan oo ay fartooda ku dooran karaan oo ay fartooda ku diidi karaan inay la qabtaan aan u taagarsanay way xilligan waxaa la leeyahay dowladda waxaa u furnaa ama ku furnaa dagaalka al-shabaab lagula jiro ee sanad ka hor madaxweynaha furinta galgaduud uu ku jiray dagaalkii waa hakaday xoogga dowladda la rabay inay dagaalka shabaab saarto waqtigeeda inta ugu badanna dalka xoreyntiisa ay ku bixiso xilligan dib inay ugu soo laabato arrimahan oo dalka doorasho qof iyo cod uusan u diyaarsanayn siyaasadina la isku haysto waxaa qumanaan lahayd in xoogga la saaro dalka in dib loo xoreeyo aragtida balka war cali cumar dalkan waxaa ka mas-uul leh 300 oo ay soomaali dooratay safa kastaba ku yimaadeen 329 xildhibaan labada aqal iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaarahaas oo madaxa xukuumadda ah iyo 5 dowlad goboleed dalkan mas-uulka ah anuu ma arkin shacab dhahaya doorasho mas-uul gelaysa anuu ma arkin nima siyaasiyiin oo yacni sarahan hoos fadhiya ama dalka dibadiisa jooga a waxay leeyihiin doorasho mas-uul gelayso tendadaas ay rabaan in la tago ay xildhibaano shukaansaan oo yidhaan xilli hadal waad doorata yacni waa corruptionkii oo lacagta lagu bixinayo dowladda shisheeye rabaan inay ay taakulayso madaxweynuhu hadduu yiri waxaa la aadaa ama xukuumadda ay tiri waxaa la aadaa doorasho qof iyo codda inay inta soo istaagaan doorasho qof iyo codda inay suuro gasho inay ka shaqeeyaan ahay shacabkii deganaayo dowlad goboleedada ama caasimada deganaayo in ay codeeyaan fiiri waxaa codeyn kara maanta waxaa jira meelo ay nimankaa nabadiid ka haystaan oo badan waa jirtaan oo deegaanada laakiin gobolada dalka 5 million wax badan miya caasimada iyo gobolada haddii laisku daro 5 million ay codeysa waa tilaab hore loo qaaday dhalinyarta maanta sheegaysa shaqo la-aanta sheegaysa ayaa waxay dooran karaan madax ay rabaan ay dooran karaan dhegeysiya waxa diidaya shacabka ma ah nima siyaasiyiin oo cidna ay dooran oo yacni dowlad goboleed aan madax ka ahayn oo aanan maxay aheeday golaha sharci dejinta aan xeer dejinta aan ku jirin qorshihii dowladda ay diiday waxay leeyihiin qorshihii madaxweyne fiiri markii lagu tago oo waxay suurageli waayaan
وحالتش سوال ليكرا دولد وحاق دمان لبسان وانكو دواء دمان حالسان اتوان بلاد دولد دمان وهو وقت بدا وحالا قبان كرا وح بدا مدحوينا افكيس كشاة وحولايا الدورة شقف عط حان قبان كرا هولا واي مركو حي ليهن دورة شقف عط ما قبان كرتت وحان كارا وشا اسمان وحي ليهن دفيري وحي ليهن يعني وحي كفيرن يعني بس ماشا يعني اللي يدتون باي كفيرنا يا سياسيين والله كلامك جوا سنة أجيب خرينت وحد واحد وقتها يجيب اللان صو استيت كان صومالي كا هو هاي حلو نقول ده حكاة صوما وحي لودا به أرجع سوى وقتها ما أنا هو البقبل ده حا عيد كان جوا ما دخل يعني سي حول هي هي راح كذا لكن أنا هو صعدة وحد وقتها تذكر الدجال كان هذا ما أنت لوجرة ودقال أي يعني شعبك الصوماليات يوم حاية عيدن ككريح كجران معه ديارة وحاجر واحد دقية يحساح بدا عالمي أياد جوه يعني دقالك معناها متجوك سنة هدو حد أكتهاي ويحوينا هير شبال لإنه كبه حيحمر إلى أوتقي عالير أوتقي روكاس عالير عندهن إلى روكاس بآذن يبال إلى أوتقي دقمة دليل هذا محوها مقكوري روكاس ولا مشاريع يهور مراك سعود روكي شاب لغا قبتوا قلبوذ والله مت وحرر أمريكا كون ماشي جبل لاندالتا قبل الأول. على أمريكا ذاتك الديدة هي أو قايلين هي أو ضليرتك كعين هي أو ذاتك يعني باو الخوف وشدة هي أو لها والله ولا باي. وأدر وأنا من سياسيين. وحن سياسيين تسا وحن ربعنا سؤال كويدي أدر الأسبوع العلسي حلك شغل أنت ضليرتا تلمامين وحتى السياسيين سياسة دين هي. هذا الدور الشدي إن عرفتك ديمتان وحتى السياسيين تو. وسامي سياسة دلك إن لها كوهاي شعب كا وحي دولدك قرصن إي واحد دولدك قلدن دلك كهل لها واي دلك هذا بنان كتاجن مدحوين حسنا كجري سنة كهر أو وحي دليل الجري إساقار دكو كعي مين سنة تشل لهاي أو سياسة دا وحي كقلدن هدي أي تلمامان أنا بنان كأنت أصاب وحو مدحوينها أنت مساجد كلجي استاغو مكرفون قاطو عيد وجوابي سعيد كهل ليسو سنجرين بنان كأنت إمالو ما لا دودو ما لا نقاش سياسيين تدلك يروح كل يهيل وصومالي وما ذا حد يشلي ما ذا حد يبري وين تري دلك عرته حوله صومالي حيكوشي سي لا ولا سقولا يكوشي سي إيشان دولة قولا لا ولا قولا حلاو تلا قلي ملحوين حسن شيخ هي حكومة ديس إنك رجوك تيا وحلاو تلا قلي حولوا حكومة دا وما ذا حا جانقين سياسة دوا ما ذا حوينها وحوا كلها ما ذا حكم بالله ذا ما ذا حوينها وأستان تي قرن يتري يقول عيال ما ذا واحد لكن هذا سيء وحده في الأوضاع إيه سوكا أنا بايسترته وحالها با نمكا حدي إيد قفي يلا نمكا حسا وحالها إني كور جوكتين أو وحي خلدان أي سحان بارمان كشاق خلا موقبتا صدح شو وقتا بارمان لحساب تنك حكومة ده إيه شعب كاس إني متلات ديس إيه شعيد جندي إيه حير دجنت يوتاليه واشاق الله إقمضي وحالها با مركا مدى حوينه وحدي كخلديه إني نمكا حسا على غربا إني سحان صدح بقول سال إلى وقت نحل بقى يشنتي الدولة جوبلات ما يعني دل كان ما أنت عدو كأ أو يعني هرتاجن أو يعني أنا عن اتجاهي سصح كله سياسيين دول علبة إني مدحوينا أنت قطعان أي ترى أول تنم ديبتان لكن إني في هدي أنا لقدي سنة هدي أنا لقدي سنة ما أنت دل كان حزب كم جرو حزب ما أنت أو يعني الشرعية هاي صدق كان كم جرو دل كان قبيلة كجر أفر قبيل يبروا سومالي ما أنت حقوق شطة ما أنت مدحوين حس يقصون مدحوين ما رئيس الوزراء هم ما نقول كرا نن رئيس مقدسه ما نقول كرا ما نقول كرا رئيس الوزراء حزب مقيمي قدومي يا بارمان حزب مقيمي كان أقرب سكمل من قبيلة مقيمي نما كسياسيين تنو قبعة إلا ضل أقوم تلا بارمان كاس رئيس الوزراء سكدي بتان لكن جان جوي سياسة ذات أيمان ذكر وبدل كان إيوه ملك أنا هذا حنا قدومي بارمان كيرش بلا صامرة قارقوت سياسيين تاني هلك أنقاب صوم قبنا لكن دلك علي الدجال وكجرا وحلا بعد قف سياسي إنه حوج السارة دلك عن شباب اللي بحوره. أي. لكن ده ترى أدوق الدولة ماشي أي كل جنته أو أي أم بانفير ده ترى أنا هذا الدولة كم مدمه ما نصور درسنا. أي. سوق معارف كم مدمه لكن أنا وحلا الدولة دمه. معارف الشغل دي ساشع سمعنا واحد تاعي دول دولة الله يا جابس كدولة ده يكون كعيس إن أطل ماما وشيعه سياسة مركي لتلمامة عالم السياسي دي سنة أدبا لصعتها ودنك دوسن سياسي معارضة أما قرب معارضة لهين
دولة وحين قلنا سد دولة دكتاتورة وحو أي رب تمر كاسمة أنا جعل الحين مين أنا هاي معارض محلها أدونك معارك جرم تقرأ ولا معارض حزبي أي معارض قبيل ما دولة عرفت معارض سجل صومالي ما يدري سه تمنى ما أسك أما شن ما أسك هاي با إني أنت يا هول كريسة يا صومال أدر صدي أسويجنا دركا حزفيري ما أدري ده وحن كان ده سياسيين صومالي ده وقبائل لا بسكت تجي شن تبيرات حتى أمر دمو وقبائل المأذرة يبديهن أو يعني دوره ككوابنا يبديهن شلة ملحوين حسن أنا بس أنا بس فيري ملحوين حسن يتيلك أتمام سمحي هاي ما فيري ده أنا وقت سرجل مالتها ما أنت أنا وهذا أخذبوهم في دبو الرع ما تاجر سن ما أنت ما تاجر سن قبيل أنا ما تاجر سن قبيل هو قوي سنة وقفدنا لكن أنا جا صدق أن المعم أفر إن أما شن ما المأذرة ها الصومالي أم سير كير قال ليس قف لقديس كده مجرو وح أحسن هالشيء على سمعي وحرم نمك السياسيين تان حتى وحيك شهر جدا عند الصور يعني أفرت محيه عطوا الله مريك شهر جدا برمان كشرع جاه يمرق هو أفر الدولة قبل لا تغير تقول هذا الكاسيك له دي أن لقني وحنا ما أنت جعلان لها قف كأرك تدون هرت أنت وفرني لكن ما فرني إيه وحنا رهلك أنا تلمامه دستور كإلا طمستر ومصون مشروع نقرين ما عميد اللي جسر جيدا سمع له جسر جيدا قدر بذا فكس كدولة أي صار تاي وياد وأدينا كلية دستور كده مال ماستر الله فور أدت كتلا لا يجلي ويا ما هي أركت ذو حي تاي دستور كلا تعبان الماء فري دستور كان هالشي أحسن هالشي إني سوي جدا في يعني دستور كمقطع و و و و وعشان إتون عطب إن فور بنت فاف لغة يبيو يا وأفرت بيرد ما يو 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 يبركبه من صدح عطب هلاصي الله بيكتب على سكودر صدق ساس إني إذا أنا كفيعة نما كمعارك البرنامج الجوبنة إيه نفط هذا فور بوينت فاف أوقي بيان أرجل دستور كان ساس أنا أوقي بيان هرق صح صدح حق سوشي قيانا هرق صح صدح حق سوشي قيانا مقالت ساس إن لقد يا أي ربان سدادة وفيري دستور كاس وحام مري نما كاس مري أو يعني بارمان كين أو إجمل يا مري مركان وحام ديدا ما أنت ممكن سكر ومدحويني وحولي يا قف يعود هلا هذا وحولي قف يعودك هذه وان وان حوريسة وح عطك الكلام وحوا وشعب كله والله لو مري لا شعب ما قال فيه والله لو مري لا يو جودي ما يرشده ما يحولي وده هذا اللي سكوب سنة وحي تاعي جودي قدر رشده مع مل جوال يدي الدولة ده وح اللي سكوب سن دوانا أي بيش يكون استعجل دوان تواكا لكن قف يعود هلا هذا جديدا ما يا هرت الشرع أوله دستور يا شرع أوله برلمانك هذا كل صناو لحتك قدوميها لك تروح وشاد قديم برلمانك لك الجديد وبلنقا ما برلمانك ما يا ايو وزير ايو رلال ايو حلال سفيرا وقال قويم كوا هرت سياسة دوا قول افتر ايه حدي لقاب بديو هنا عاد فرصت كالرهاستا يا مهمة ايه دول دان دول دي كورا شوحي كدعي واد اوه حبضا يتكتروما حد حسن أفكي سحقولها من العون حسن يقول طلان أقولها ما فهمت لكن هدات الأفيري وحليل هذا ما أنا جلنا هاجر هاشم كي يعني عالها تيد الله تمقاك ما شد ولا كورستا حسن حوله بارمان كاسان كل سنة والشرع دستور كاسان إيه أقول إذا وحليهن شارك وطلنا طلعت محكى عدي مشيت أنا وأنت أجن وافد يعني على سوقات بسم الله الموتى إذا قال أحمد على سوقات وحول أني مالن إنه قدر صدم رهو قف في عضان ذلك مجالسينا يعني هذا رومان ليه كنا وابين تا قف يعد مجالسين رتيد وقت يعد يا رئيس ربتا محو هاي أشاتة ترون ربتا نما بناك لا تاجر شفير من كاساس ده هاي أقول نما بارمان كمتلو ما أنت ذلك عنده أحزاب لا يعني حزبيات تفتمر على مكتئ حزب معارض على أبو الشيء حزب معارض ولا يقنا لكن والكيو تنكر دتك او قايلنا هو هذا حسن دراي ما دت عصبا كل ما راح دوك مزوه جاميه ما انت ما ديار يلي مدين ما وحي لي مدين مراكيب دغال ما وحي لي مدين مخو احاي يشاق وح عيدما كرو او يعني ما يلي مدين ما فكره عصبا ايا كسو ميري سو دتك ما مركا أنا وحنا خلاص بس ذلك كان عدو له وشباب يعدو خارجية
ايتوبيا وهو الرئيس اي وسوق بجبينا سؤال ودن بيس عن ربعنا نكويدي وحيتها وحل اسوي دينا يا مدحوينا دعوه والبئ مجال هذا كان اما هذا الهين هالنقطه اما دليل دولة الى هالنقطه مساجد كل حي على مدحتويه واي كنت كذان ان اسوق رايي ان ميكروفون قاطو كاميرا لا سو دوبا aragtii kale oo mucaaradka iyo dad kale oo ka dhex guuxaysa waxa jirta war madaxweyne fagaaraha imo oo hadalkii aad sheegto su'aalaha laga weydiyo hal ugala doodo oo golaha ra'yiga ka duwan arinta maxaa ku jawaabno madaxweynaha horta madaxweynuhu waa madaxweynaha dalka wuxuu la hadli karaa shacabka wuu la hadli karaa meesha uu doono kala hadli karaa golaha shacabku tagi karaa saacadii rabo gudoomiyaha dhigi karaa iyo ballamay u dhigi karaa oo hortagi karaa iyaga uu yeeli karo la xisaabtami karaa masaajidkana yacni wixii wanaagsan waa laga sheegi karaa hadda masaajidka dadku ma dukado oo madaxweynaha ku fikira taas waa been anaa dadku dukanaha oo labaatameey ka badan aan madaxweynaha ku fikira inaa ku dukado oo madaxweynaha mikrofonka qaata joogsanaay aa iska baxay ku dukado dadkana si laakiin inta dhegaysatay harto waa inta dhegaysatay maya qofkii raba saa dhegaysan kara qofkii raba iskatay kara madaxweynaha wuxuu ka hadlayaa waa idaacaddii qaranka ayaa warkiisa loo gudbiyaa ayaa loo gudbiyaa masaajidkana waa meeshii dadka maadaama ul amriga uu yahay meeshii dadka lagu hogaaminayo wax loogu sheegayo waa masaajid wax laga sheegaa masaajidka waxaa la diidaa bise laqwi iyo wax munkara in lagu sheego ibaanta la diidaa masaajidka wixii dastuurka uu qaba ama wixii fikirkiisa hadduu jeediyo wanaaga in yurid islaax yuwafiq allah hadduu islaax u jeedo adiga dad banaanka tiraada maanta dhawaata markuu hadlay warkiisa waa la turjumay waxaaliya dhalinyarta owridii war waa been dalkan wuxuu yihi shaqo la-aan muxuu ahaa haddii ka jirtana shaqooyin laga shaqaysto baan aa jirua dad waxaa jiray boqolaal ama kumanaan ah oo dadka soomaaliyeed inay caayaan dadka soomaaliyeed inay af lagaadeeyaan lacag lagu siin jiray oo cadaynteeda wato weliba inta badan gobolka banaadir lacag laga siin jiray oo lifiri liiskooda lahaya jir firi kuwaas hadda mashi firi taas haddii lafuro dhegeysa sheikh cusmaan oo taas haddii la furo dowladdaanba waxay leedahay dad bara bulsho u qaabilsan oo lacag lagu siiya miyayna ahayn war maya dad waxaa jira kuwa boqolaal gaar amay leedahay dowlad taageero waa leedahay maya dad oo dowlad iska taageero laakiin waxay leedahay nimanka cabdiramaan cabdishukuur c b b u bixiyey 450 ka badnaayaan dhegeysa ya qofku uu yaraa $1000 ka qaadanaya gobolka baraadir iyo meesha kale dowladda ka siisan liiski hadda adaarta waa ku keeni kartaa hadda meeqa shaqaysa maqla ku sheegay dadkaas firi maadaama ay sharci darra ay ku joogeen dadka qaylana oo shaqalaanta sheeganaya runta ku sheegaa mugta adaa su-aashaas u soo celisa mugtahay dadka qaylana oo hadda shaqalaanta sheeganaya oo gidaarada fadhiya waa dadkaas waay dadkii c b b l dhihi jira horta marka sheekh cusmaan oo hadalka adaa soo hadda hadal qaada inaan gabagabeeyana waan rabaa tirada hadda aad sheegtay xilligaa dowladda shaqaalaysiisay amaba in baraha bulshada dadka ay dowladda ka taageeraan ay u shaqaalaysiisay hadda lama baabi'ine kuwii inta la daadshay kuwa kale la geliyay aan ku sheegaa dowladda horta dad oo baraha bulshada jooga kooxa oo hadla waad arkaysaa ma badna laakiin waxay ugu duwanaan kuwaasaan ku sheegaa kuwa dadka hadda qaylina ahoo taagan banaanka oo shaqala-aanta sheeganayo ay siyaasiyiinta taageerayaan waa c b b dii dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo waa oo 500 gaaraya kuwa shaqalaanta haysa kuwii jeebka ama madaxtooyada ama gobolka banaadir wax laga siin jira waa oo aan bayrol ku jirin kuwiyaa marka waxay kuleeyihiin dhallinyartii shaqala-aana hayso kuwii madaxweynaha ku hadla kuwaas waa kawdhefiri dullaaladii shabaabne hadda maanta waxaa lasoo qabtay dad barakacyaalku gabanaayo oo 30 gaaraya oo shabaab firiya waxaa laga yaabaa intuu warqad soo qaato dad yiraahda waxay si u dawarsaa laga yaabaa ama inuu mooto wada laga yaabaa uu yiraahda shaqalaan aya haysa waxa dowladnimada ladiga ku ah oo shaqala-aanta sheeganayo oo gidaarada fadhiya waa c b b d maxaa cabdullahi farmaajo ka tegay iyo kuwa taageera alqaacida waa sheekh cusmaan oo c b b d hadda dowladda u shaqaysa tiradii kuwii hore ee madaxweyne farmaajo waa ama ma arkin taas c b dowladda shaqa ma arkin dhalinyaro hadda baraha nimankaas waxay lahay firi gudoomiye iyo ku-xigeen institutionsan ay ahaayeen haddaba waa jiraan xoogga wadaniinta waa jiraan intay ka jiraan xamray ka jiraan anuu ma arkay taas waaye